للوقوف على تزايد المقابر الجماعية في العراق ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، بداية مرحبا بك. مقبرة جماعية جديدة في منطقة الطاقة الذرية قرب جسر ديالى يتم اكتشافها من قبل الأهالي. بداية، كيف يمكن تصنيف ظاهرة المقابر الجماعية التي تكتشف من وقت إلى آخر والتي كان آخرها في منطقة الطاقة الذرية؟ اهلا وسهلا بكم والمشاهدين. مقبره الطاقه الذريه او دائره الطاقه الذريه في جسر ديالى هي وجه جديد حقيقه يكشف عن عظم الجرائم المرتكبه بحق الشعب العراقي، وان هناك مقابر جماعيه ينبغي ان تبحث، وهي دلاله واضحه على ان هذه المقابر الجماعيه هي مقابر للقوات الحكوميه الامنيه، لأن جميع هذه المقابر التي اكتشفت هي ضمن منطقة تسيطر عليها قوات الحكومة، سواء كانت قوات الدفاع أو الداخلية أو ميليشيات الحشد الشعبي. وما دائرة الطاقة الذرية في جسر ديالى إلا شاهد على ذلك، لأنها منطقة شديدة التحصيل، لا يدخلها إلا من يمتلك هوية أمنية أو منتسب إلى أحد القوات الأمنية. لذلك حقيقة هذا يؤكد أن هناك كثير من المختطفين، وأن الحكومة متهمة بإدارة مقابر جماعية في العراق، لأنه لا يوجد إلى الآن تحقيق في هذه المقابر المكتشفة، وإنما يجري عملية تمييع وتدليس على كل المقابر المكتشفة، ولا سيما مقبرة دائرة الطب الذري في جسر ديالى، بدليل أن الحكومة تريد أن تذهب باتجاه أن ما جرى تسليب، وأن لو سائق التاكسي عبد الله الذي جرى متابعته عن طريق الكاميرات ودخوله إلى هذه المنطقة بعد أن اقتيد من قوات أمنية لم تكشف هذه المقبرة. لذلك تستر الحكومة على هذه المقابر يدلل على أنها شريكة، بل أنها تدير هذه المقابر الجماعية، ولا سيما أن العراق فيه عشرات بالآلاف المختطفين. طيب، ويوميا تختطف القوات. الحكومة عندما تشارك أو تدير هذه المقابر الجماعية، الحكومة متهمة في إدارة مقابر جماعية مثل ما تفضلتم، ما هي برأيك الغايات والأهداف من التستر عليها أو التشارك في إدارة هذه المقابر الجماعية؟ لأن هذه السلطات الحكومية هي منبثقة من هذه الميليشيات والأحزاب، وهي تتعامل بطريقة طائفية بحتة، وإلا لو كانت هذه المقابر لغير أبناء السنة في العراق ربما لحدثت كثير من الأمور التي من شأنها صعدت الأمور باتجاه طائفي. وثانيا، لأنها لم تفتح تحقيقات عادلة وتكشف أو الضحايا وهوياتهم بأسمائهم، وبالتالي لم تكن إلا أداة للتغطية على هذه الجرائم، ولم تحاسب إلى هذه اللحظة جميع هؤلاء المرتكبين أو القوات التي كانت موجودة، وبالتالي كانت المقبرة الجماعية موجودة أثناء تواجد هذه القوات في هذا المكان. وثالثا، رأينا أنها تسلم هؤلاء الضحايا بدل ما أن تذهب وتتعرف على أهلهم، تسلمهم إلى جمعيات يتم دفنهم باعتبارهم مجهولي الهوية. وكما رأينا كثير من هذه الجمعيات تأخذ الجثث وتدفنها، وحادثة الجمعيات التي تدعي أنها خيرية في جرف الصخر أو في بابل شاهد على ذلك بشكل واضح. هذه الدلائل تؤكد على أن الحكومة تدير هذه المقابر وليست طرفا، أو أن قواتها أو بعض من قواتها ترتكبها بشكل طائفي أو بآخر، لأنه حقيقة لم تكن عادلة، وبالتالي تسترها على الجريمة يدلل على مشاركتها وإدارتها، وبالتالي هي يعني متهمة اتهاما مباشرا بجميع سلطاتها وبجميع الحكومات المتعاقبة بعد 2003، وفي مقدمتهم حكومة الكاظم الآن التي تتستر على هذه المقبرة بشكل واضح تماما. وإلا كان يفترض أن نذهب إلى تحقيق عاجل وزيارة واهتمام كبير، وبالتالي فحص الجثث الموجودة والتفتيش عن بقايا المنطقة، وفتحها أمام الأهالي للتفتيش وأمام منظمات دولية أخرى للتفتيش عن إذا ما يوجد هناك جثث في دائرة الطاقة الذرية والمناطق المحيطة بها. لماذا إلى الآن تغلق أمنيا، وبالتالي لم تذهب الحكومة إلى أي إجراء من هذه الإجراءات؟ من الذي يمكن أن يحاسب فعليا في مثل هذه الجرائم المرتكبة
كالتشارك في إدارة المقابر الجماعية والتستر عليها. هناك الكثير من المنظمات الحقوقية، ولكن يعني هذه الجرائم ترتكب منذ عام 2003 وهي ليست بجديدة. للأسف العراق يخضع إلى ضغوطات دولية، لأن عملية سياسية تدار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي لا تريد التشويش على هذه العملية وعلى أذنابها الذين يمارسون هذا القتل الفج بحق العراقيين. وبالتالي العراقيون منكوبين، لا المجتمع الدولي والمحاكم الدولية تفتح أمام المنظمات التي حقيقة كشفت، ولا زالت تطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيقات عادلة، لأنه لا يوجد هناك لا سلطة قضائية في العراق عادلة، وثانيا لا يوجد هناك قضاء في العراق يتجه إليه المظلوم أو ذوي المغدور لإقامة دعاوى بشكل واضح تماما لفتح تحقيقات، لأن القضاء الآن مشغول حقيقة في كيفية إرضاء الميليشيات لتشكيل حكومة، وليس مشغولا بمهامه الأساسية وهو الدفاع عن العراقيين ومتابعة الجنات وتقديمهم إلى العدالة، وبالتالي فضح ملابسات الأمور. لا يوجد هناك أي طرف في العراق، لأن حقيقة العملية السياسية بمجمل رئاساتها أو مؤسساتها القضائية والتشريعية والتنفيذية كل مشتركون حقيقة في التستر على الجريمة، فأصبحوا هم القاضي والجلاد على الشعب العراقي، فلذلك أصبحت نكبة الشعب العراقي كبيرة لعدم وجود طرف ثالث يمكن أن يحاسب الحكومة أو يحقق تحقيقا نزيها ليكشف ملابسات كل هذه المقابر الجماعية، وبالتالي يحد من الجريمة المنظمة الإرهابية على رؤوس العراقيين. بل بالعكس، هذه الإجراءات التخفيفية وعدم وجود طرف ثالث ساعد هؤلاء بالاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب، لأنه لا يوجد هناك أي طرف أن يحاسبهم، وبالتالي هم يحظون بدعم الحكومة بشكل واضح تماما. والمجرمين في الحوادث السابقة رأيناهم كيف يتم إخراجهم بعد سنة أو ستة أشهر عندما تهدى الإعلام. هذا الصراع على المناصب وعلى النفوذ والسلطة والثروة في العراق بين الأحزاب المتصارعة، هل تعتقد أنه خلال في ظل هذا الصراع ممكن أن ترتكب المزيد من الجرائم المشابهة؟ ممكن أن تكتشف المزيد من المقابر الجماعية ضد العراقيين؟ تأكيد عندما يتصارع السراق أو القتلة سيفضح أحدهما الآخر، وما جرى حقيقة أو ما يجري حاليا هو عملية فضح بين القتلة والسراق فيما بينهم، والمتتبع الدقيق بين أطراف الصراع يجد أن كيلا من الاعترافات على كل على الجهة المقابلة بارتكابها هذه الجرائم ستكتشف بشكل أكبر، وبالتالي العراقيون أن أيضا يعرفون الجرائم ويعرفون حتى مكائن هذه الجرائم، لكن إلى الآن لا توجد فرصة حقيقية بسبب الضغط الأمني والاستهداف الأمني وانتشار هذه الميليشيات أو القوات الأمنية على مناطق الجريمة وهي لا زالت تخضع تحت سيطرتهم، فلذلك يأتي الكشف عنها قليلا. وإلا حقيقة ما سيكتشفه العراقيون لاحقا وما سيجري الكشف عنه حقيقة سيكون هناك هول كبير من المصيبة عندما يرى العراقيون حجم الكارثة من خلال المقابر الجماعية والجرائم المكتشفة بالعراق وعمليات القتل الجماعية بشكل كبير وواضح، لأنه حقيقة نحن نتكلم عن آلاف المعتقلين في الصقلاوية، في محافظة صلاح الدين، في الموصل، في الأنبار، في بغداد، في بابل، في البصرة، هناك حقيقة آلاف مختطفين، وهؤلاء يعتقد أنهم جرى تصفيتهم في مقابر جماعية، لذلك المصيبة ستكون كبيرة في المستقبل عندما يتم كشف الجريمة التي وقعت على العراقيين، وسيصاب العالم بالذهول من هذه الجرائم التي إلى الآن لم يكتشف منها 1% ولا زالت التستر عليها بشكل كبير. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي، ضيفي عبر سكايب.